هلا وحبايب قلبي، شلونكم؟ شلون الصحة؟ ان شاء الله تكونون بألف خير. حبايب قلبي، اليوم الفيديو مالتي حديقة الحيوانات، حديقة الحيوانات ألمانيا، مدينة شتوتغار. العنوان فيلهلمة، فيلهلمة، فيلهلمة شتراسة. شوفوا، هذا أول شيء عبارة عن شلون هاي اللي موجودة بالبرازيل، أمازون، ما أمازون، هيك شغلات يعني. هاي هنا يعني هذه كأنما أنت حاليا بالبرازيل. حبايبي شوفوا، ما شاء الله مكان كلش حلو. حبايبي هذه هنا شلون نقول مثل العصافير اللي هاي تعيش بالبرازيل، هنا مسوي لهم جو يعني خاص بهن، حديقة الأمازون. شوفوا هذا هم حيوان غريب، هم حاطه هنا، والله ما اعرف شنو اسمه. شوف حبايب قلبي، هاي هنا اللقالق. شوف مكان كلش حلو. Geht hier eins. Ist der Bäder.
شوفوا حبايب قلبي، هذا عرض، هذا يسموه كلب البحر، وهذا المجرب مالتهم. شوفوا حبايب قلبي، هاي يسموها يمكن الغريرية، والله ما اعرف شو يسموها. شوفوا تحفر. Thank you.
حبايب قلبي شوفوا هذا البطريق شوفوا حبايب قلبي هذا الدب